Bonjour tout le monde, معكم نبيل. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais vous montrer la modèle de contrôle gestion. Donc, je vais vous montrer un plan pour vous montrer la gestion. Donc, je vais vous montrer l'introduction à la contrôle gestion. Je vais vous montrer les outils de contrôle gestion. Les outils sont les outils que vous allez faire ce semestre, sont les assassins. Donc, gestion prévisionnelle, tenez, gestion budgétaire. Tel contrôle budgétaire ou l'akhir les voix tableau de bord. Au tabac le hal rentre ma comme l'objectif de le contrôle gestion ou rentre ma comme les phases de le contrôle gestion ou rentre ma comme tel le champ d'application de le contrôle gestion. Mais si le TVA énigme de le contrôle gestion et fait le calcul tabac le hal fait mais je m'en les méthodes pas de la salle de comme juge de les méthodes la méthode des points extrêmes ou la méthode de Mayer ou inchallah le vidéo de l'Ukraine rend que même à comme les méthodes l'Ukraine et non toi je viens donc à la barque c'est là un d'un modèle de contrôle gestion. Donc introduction contrôle gestion, il s'agit de la maîtrise du processus par lequel les responsables s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité afin de réaliser les objectifs de l'organisation, organisation liée économique. Donc, je n'aurai pas fait la définition. Les responsables de chaque entreprise qui m'abratkoun, qui qu'elle voit assurer que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité. Donc les ressources qu'ils ont dans le syndicat, parce qu'ils ont une nature, une capacité, une capacité qui est positive ou qui est efficace, afin de réaliser les objectifs de l'organisation. طبيعة الحال اشنو هما لي زوبجيكتيف ديال اي انتربريز هي انه يكون عندها واحد البروجي اللي هو رونطابل واحد البروجي اللي هو بيرفورمانس دونك هادشي اللي كاين او نيفو ديال لانتروديكسيون ديال كونترول جيستيون. دونك دابا غندخل معاكم لي زوتي ديال هاد لو كونترول جيستيون. اول اوتي هو جيستيون بريفيزيونيل. جيستيون بريفيزيونيل سيمولاسيون دي زاكسيون دو لانتربريز. دونك راه باين عام سميتو جيستيون بريفيزيونيل. C'est une gestion via des prévisions. La contrôle gestion, c'est la recherche de l'optimisation de la performance de l'entreprise. Alors que la gestion prévisionnelle, c'est une projection de l'activité de l'entreprise sur long terme. C'est-à-dire le futur. شحال ممكن اننا يكون عندنا من هنا 3 سنين ولا من هنا 4 سنين في البرودكسيون ولا في الشيفر دافير. دونك هذا هو جيستيون بريفيزيون. تشوفوا دي بريفيزيون ا لون تيرم ولا موين تيرم، ماشي كور تيرم وانما لون تيرم موين تيرم. شحال كيما قلت لكم غادي يكون عندنا البرودكسيون من هنا 5 سنين، شحال ممكن اننا تكون عندنا يكون عندنا الشيفر دافير من هنا 4 سنين، ولكن على باز ديال داكشي اللي عندنا الشركه. باش اننا في الثاني غننتقلوا ليتاب بار لا سويت، غننتقلوا ليتاب الثانيه هي لو كونترول بيجيتير اللي هي ليتاب الثانيه اللي كنقولوا سي تان رابروشمون ديال اش ديال الكومباريزون دي بريفيزيون بيجيتير افيك لي رياليزاسيون. كنديروا واحد الكومباريزون ما بين هذاك الشيء اللي كنا باغيين نحققوا مع داك الشيء اللي وصلنا ليه. الا كان عندنا داك الشيء مزيان راه البروجي لي بريفيزيون ديالنا راهم فيابل، الا ما كانوش راني با فيابل. دونك كنحاولوا نديروا مجموعه ديال الحلول بين هاد الحلول مينيميزاسيون ديال لي كو. دونك كنتقلوا ليتاب الثالثه هي ليتاب جيستيون بيجيتير. دونك هاد جيستيون بيجيتير هي لا ميثود تكون اكور تيرم، سي تين بريفيزيون اكور تيرم على باز دي ديسيزيون بريسيز. دونك هي اللي قريتو في جيستيون ديال اي 5 جيستيون فينانسيير اللي قريتو فيها تحسبوا مجموعه ديال لي كالكول مجموعه ديال لي ميثود اكور تيرم. ملي كنتو كديرو على مدة 6 شهور ولا 5 شهور داك البيدجي ديال لونكيسمون ديكيسمون البيدجي ديال تي فيا البيدجي ديال اوتر شارج اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كنتو كديرو واحد كنتو كديرو واحد الكالكول لمدة 5 شهور 6 شهور صديق تيكون على كور تيرم باش في الاخر نشوفو شحال خسرنا وشحال دخلنا باش كنشوفو لي بريفيزيون وكنعرفو ان هاد لونتربريز واش بيرفورمانس ولا لا. دونك كنتقلوا لاخر حاجه اللي هو طابلو دبور. سي تان اوتيل ديال اش دو بيلوتاج سي ريكابيلاتيف ديال اش ديال دو كونترول جيستيون. علاش؟ لانه كيعطينا مجموعه ديال لي زانديكاتور باش اننا كنشوفوا هاد لونتربريز واش فلو فوا صحيح ولا ماشي فلو فوا صحيح. باغ اكزومبل ملي كتشوفوا مثلا في نعطيكم واحد اكزومبل باش تفهموا مزيان هاد طابلو دبور. دابا مثلا كتكون غادي في السياره تيكون عندك واحد الطابلو دبور هو اللي تيكون مورا الفولون ديال الطوموبيل. دونك اللي تيكون مورا الفولون الطوموبيل كيكون عندك واحد الطابلو، هذا كيتسمى الطابلو دبور. علاش كيصلح؟ منو كيعرف السائق ان هاد السياره راه غادا بهاد السرعه 60 غادا بهاد السرعه 80 كان شي بولاح بالاحمر كيعرف راه كاين شي مشكل
واش في السخونيه، واش في الموتور. دونك يعاونوا هذاك الطابلو دوار باش اني يعرف الحاله ديال السياره. نفس الشيء بالنسبه للانتربريز، الوغ كو دوك لي ريسبونسابل ديال الانتربريز من داك الطابلو دبور ديالهم ديال الشركه كيعرفوا ان هاد لي ترافايور راهم خدامين، ان هاد لي ماشين راهم خدامين، انه مثلا كيدخل شي واحد كيسني في داك الطابلو كيطلع داك لي ريسبونسابل ان هاد السيد راه دخل من 8 وخرج مع 12 ودخل عاوتاني مع 2 وخرج مع 6، ولكن حتى شي مشكل ونيفو ديال لي ماشين ولا شي حاجه كطلع لي ريسبونسابل. دوك الطابلو دبور كيساهم انه يعرف لي بريفيزيون، كذلك تكون مجموعه ديال لي كالكيول معقدين. دونك هو عن طريق دوك لي زانديكاتور اللي كتعطيه كيعطيك دي بريفيزيون ا لون تيرم ديال 20 عام 30 عام. دوك الطابلو دبور حتى هو راه كيساهم ونيفو ديال لونتربريز. دونك هادشي هادو هما لي زوتي ديال هاد لو كونترول جيستيون اللي مهمين بزاف، ركزوا عليهم لانهم هما لا باز، هما علاش غيتمشي كاع هاد السيمستر. دونك دابا غنتقلوا لوبجيكتيف ديال كونترول جيستيون. وصلت معكم دابا لوبجيكتيف دي كونترول جيستيون. دونك لوبجيكتيف ديال هاد كونترول جيستيون راه باين وواضح، هو اننا نشوفوا ديك لونتربريز واش هي بيرفورمانس ولا لا. دونك ليفالياسيون دو لا بيرفورمانس دو لونتربريز ا ترافير 3، عندنا لا ميزور دو لا بيرفورمانس، l'analyse de la performance, l'amélioration de la performance. Donc hado ra baynin wadhin. Donc l'entreprise باش كنعرفوا انها performance الا كانت متميزه في هاد ثلاثه ديال الخصائص، la mesure ديال هاد la performance، ندير واحد mesure ديال هاد la performance ديالها، وناناليزيو ندير واحد l'analyse على هذيك la performance ديالها. دونك باش نحاولوا في الاخير ناميليوريو la performance ديال هاد l'entreprise. دونك عندنا لي فاز ديال كونترول جيستيون. بالنسبه للي فاز ديال كونترول جيستيون عندنا ثلاثه، عندنا elaboration de la stratégie، عندنا ثاني فير لي بريفيزيون، وعندنا الثالث اناليز لي زيكار. بالنسبه للاول الابوراسيون دو لا استراتيجي، دونك اي انتربريز خاصها تكون عندها واحد استراتيجي ديفيرون على الاخرى. دونك كما كنشوف في المارشي ان اي انتربريز كتميز على الاخرى باستراتيجي باش داخله اللي كتخليها تشد لا بار ديال المارشي، وهذا الشيء اللي شفناه في استراتيجي اندستريال. درت لكم جوج فيديوهات على هذا الشيء باش تعرفوا ان لي موديل راهم مترابطين مع بعضياتهم. عندنا ثاني فير دي بريفيزيون، اي انتربريز كتحاول انها دير دي بريفيزيون وفي الاخير تشوف واش رياليزات هذوك لي بريفيزيون ولا لا عن طريق لي زيكار. عندنا اناليز لي زيكار، هما هاد اللي قلت لكم دابا، غتشوف هذوك لي زيكار واش هما بوزيتيف، دونك واش غادا لونتربريز اللي قدام الا خرجوا نيجاتيف كتحاول تنقص ليكو. دونك هادو هما لي فاز دي كونترول جيستيون، elaboration de la stratégie, faire des prévisions, analyse des écarts. Ou bien c'est l'objectif de contrôle gestion. Il y a la mesure de la performance, l'analyse de la performance, l'amélioration de la performance. Je ne sais pas si l'entreprise a performance. Donc, ce sont des questions de cours. Je ne sais pas si vous avez une question de cours. Ou bien des questions de cours. Donc, c'est ça. Donc, أنكم غير في الفيديو غادي تكونوا دابا حفظتوهم. وصلت معكم دابا لو شون دابليكاسيون دي كونترول دي جيستيون اللي قلت لكم فيه اربعه ديال لي ميثود. دونك ها ندير معكم واحد لابليكاسيون باش نعرفوا كل ميثود كي كنديروا نخدموا بها كيما بغا يكون التمرين. دونك عندنا ابليكاسيون ان كونترولور دي جيستيون شيرش ا بريفوار لي ريزولتا اون فونكسيون ديالاش دي شيفر دافير. عندنا واحد كونترولور ديال واحد الشركه بغا يدير دي بريفيزيون على الريزولتا ديالو en fonction du chiffre d'affaires. Donc bien, عندنا لي ريزلتا، عندنا الشيفر دافير، لي ريزلتا ديال شهر 1 جونفي 0.7، الشيفر دافير 10، بالنسبه لفيفري لي ريزلتا ديال شهر 2 0.74، الشيفر دافير 11، كونسيرن افريل عندنا 1.1 في الريزلتا، 20 في الشيفر دافير، عندنا ماي 1.261 في الريزلتا، 24 في الشيفر دافير، ولكن إكريك دونك عندنا هنا مجهول، ولكن عطانا شيفر دافير 27. دونك حنا بغينا دي بريفيزيون ديالاش ديال شهر 6 ديال جوان ديال الريزلتا. دونك هاد الكونترولور غادي يخدم اون فونكسيون ديال هاد شيفر دافير باش انه يجبد هاديك الريزلتا اللي هي مجهوله. دونك غنحاولوا اولا نتراسيو الجرافيك باش نشوفوا هاد الريزلتا مع الشيفر دافير واش كيطلعوا مع الوقت ولا كينزلوا. دونك عندنا الريزلتا وعندنا الشيفر دافير. دونك الطريقة باش أنا تراسيت هاد الكرافيك، دونك عندنا ريزلتا كل 0.5 ديال الريزلتا كتمثل جوج سنتيمتر، أو جوج سنتيمتر كتمثلنا 0.5 ديال الريزلتا، وكل 1.5 أفقي
سنتيمتر كتعطيني 4 مشيفخ دافير. دونك سهله، تنظن ان كلكم قريتوا الماط، دونك كتعرفوا كيفاش كنتخاسيو غرافيك، نتحولوا من داكشي اللي عندنا في الطابلو غرافيك. دونك كنعطيكم غير مثال، مثلا جونفي عندنا 0.7 في الريزلتا، كنمشيو للريزلتا نديرو 0.7 هنايا، وكنمشيو للشيفر دافير 10 10 جات ما بين 8 و 12 10، دونك كنشوفوا نقطه الالتقاء بيناتهم وكنديروا لو بوين ديالهم. مثلا عاوتاني نمشيو مثلا ماي، ماي عندنا 1.261 في الريزلتا، دونك ها هي 1.261 جات هنايا، وعندنا 24 في الشيفر دافير، دونك كنتراسيو 24 في الشيفر دافير وكنديروا نقطه الالتقاء بيناتهم. دونك حصلنا على واحد السحابة ديال لي بوان بوزيتيف، ان نواج دو بوان بوزيتيف. كما قلتو في المات حصلنا على واحد البروغرام اللي هو لينيير. دونك هاد لي ريزلتا مع الشيفر دافير بجوجهم بوزيتيف وغاديين في التطور. الو كيفاش دابا غادي نديرو نستعملو هادوك لي ميثود اللي غادي نخدمو بهم باش اننا نجبدو هاد لي ريزلتا ديال شهر 6 اللي عندنا هي مجهولة. دونك هاد الكونترولور اون فونكسيون ديال هاد الشيفر دافير بغا يجبد الريزلتا ديال هاد شهر 6، عندنا مجهوله. دونك هاد الدور غادي يبان ديال هاد لي ميثود. دونك اول ميثود غادي نخدمو بها هي لا ميثود دي بوان اكسترن. دونك هاد لا ميثود دي بوان اكسترن هي الميثود الاولى. دونك كيفاش غادي نديرو نخدمو بها باش اننا نجبدو داك ايكغيك اللي مجهول عندنا اللي في شهر 6؟ دونك اول حاجه كنتغاسيو على شكل نظمه، كناخدو 0.7، دونك كنمشيو شهر 1 الشهر الاول هو جونفي، كناخدو 0.7 هاهي 0.7 كتساوي 10 اون فونكسيون. دونك كناخدو منين كناخدو الريزلتا ديال شهر 1 كناخدو حتى الشيفر دافير ديال شهر 1، حيت عندنا بروغرام اللي هو لينيير. حيت كيما قلت لكم هنا عندنا بروغرام لينيير هي ايكغيك يساوي ا اكس بلس بي. دونك كتشوفو في الماط تعرفو ان البروغرام لينيير كيساوي ايكغيك يساوي ا اكس بلس بي. دونك داكشي اللي غادي نديرو، غادي نمشيو النظمه غنديرو 0.7 هي ايكغيك، ها هي 0.7 اللي هي ايكغيك، كاين هنا 0.7 اللي هي ايكغيك، ها هي 0.7 تساوي 10 ا، ها هي 10 ديال الشيفخ دافير، ناخدو من هنا 10 10 ا بلس بي. دونك هذا هي فونكسيون لينيير. غنمشيو لاخر نقطه، هاي اخر نقطه هي ديال ماي ديال شهر 5، حيت ما عندنا ديال شهر 6، غناخدو ديال شهر 5 باش نحصلو على ديال شهر 6. دونك عندنا ماي، عندنا الريزلتا هي 1.261، ها هي 1.261 غادي نحطوها هنايا حيت عندنا في ايكغيك 1.261 يساوي، غنشوفو اكس في لي زيكس عندنا 24، ها هي 24 ا بلس بي. دونك هذا هو لي فونكسيون لينير. دونك كناخدو، تذكروا كيفاش كنديرو، كناخدو الاول مع الثاني، كناخدو ديال جونفي اللي هو الاول مع الاخر اللي هو ماي، كناخدهم كنحطهم في النظمه. دونك راه باين منين جبت هاد النظمه راه باينه. دونك اشنو كنديرو، كنديرو 2 ناقص 1، كناخدو الثانيه كنقصو منها الاولى، دونك غتعطينا 1.261. دونك خاصني ندير داكشي على التوالي، 1.261 ناقص، غادي ماشي ندير ناقص، غنمشيو لهنا ناقص 0.7، ها هي 1.261 ناقص 0.7 تساوي، اش غيساوي لنا؟ قلنا 2 ناقص 1، غناخدو 24 ا، ها هي ناقص 10 ا، غنقصو منها 10 ا، اش بقى لنا؟ بي مع بي زائد بي ناقص بي، حيت قلنا كنقصو هادو، ناقص بي. دونك اش غيساوي لنا؟ 1.261 ناقص 0.7 شحال عطاتنا؟ 0.561. غديرو في ماكينة الحساب غتخرج لكم 0.561 يساوي، غناخدو 24 ا نقصو منها 10 ا طلعت لنا 14 ا. دونك بالنسبة لبي مع ناقص بي كيمشيو. دونك ا شحال غتعطينا؟ غناخدو 0. انا نخليو 0.561 وغنديو 14 نقسمو على 14 غتخرج لنا 0.04. دونك كنحصلو على ا. دونك حنا ما حصلناش على بي، حصلنا غير على ا. دونك كناخدو هاد ا، هاد 0.004، سواء كنعوضوه هنايا سواء كنعوضوه هنايا، مثلا نعوضوه حنا هنايا، عطينا 24 مضروبه في 0.04
دونك بي كنقلبوا على بي دونك هذه غادي تمشي لهي وغادي نحسبوا غنلقاو ان بي كتساوي 0.3 دونك في كلتا الحالتين سواء عوضنا ا هنايا سواء عوضنا ا هنايا غتخرج لنا بي كتساوي لنا 0.3 اي دونك ريزلت عندنا y يساوي ax plus b دونك الريزلت اللي هي y اللي على هي علاش كنقلبوا حيت الريزلت هي y هي شتو هنايا الريزلت هي y دونك هي علاش كنقلبوا يساوي ax plus b عندنا a غادي نعوضوا a ها هي a x plus b ها هي a حصلنا عليها بينت لكم الطريقه كي حصلنا على a كناخذوا 0.04 نحطوه هنايا بلاصه a بلس x هو الشيفر دافير اش ديجا هو عندنا دونك بلس b b هي 0.3 دونك رانا نعوضوا هذا الشيفر دافير بالقيمه اللي عندنا عندنا الشيفر دافير ولكن ديال شهر 6 ديال جوان اللي هو 27 باش نحصلوا على الريزلت ديال شهر 6 دونك وصلت معكم قلت لكم غادي الريزلت اش غتساوي لنا 0.04 الشيفر دافير ديال شهر 6 هو 27 دونك نحطوا 27 زائد 0.3 دونك الريزلت اش غتساوي لنا 0.04 مضروبه 27 زائد 0.3 دونك الا جمعتوا هادشي بماكينه الحساب غتعطينا ريزلت تساوي 1.38 دونك ديال شهر 1.38 هما لي بريفيزيون ديال الموا دو جوان دونك الريزلت ديال جوان كتساوي لنا هاد الريزلت اللي كنقلبوا عليها ديال جوان هادي الريزلت ديال جوان كتساوي لنا 0.04 عرفتوا من جبنا هي 0.04 زائد 27 هو الشيفر دافير ديال شهر 6 زائد بي اللي هي خرجت لنا 0.3 دونك إيكغيك هي 1.38 دونك هذه هي الريزلتا ديال شهر 6 دونك هذه هي الدور ديال هاد لا ميثود دي بوان اكسترن هاي لا ميثود دي بوان اكسترن كيفاش ساهمت حتى لقينا الريزلتا ديال شهر 6 اللي هو شهر ديال لي بريفيزيون علاش كنقلبوا دونك راه باين هاد لا ميثود كيفاش راه باينه لا ميثود نقول لكم نيشان البرينسيپ ديالها انك ناخذوا لي ريزلتا ديال شهر ديال شهر 1 مع الشيفر دافير ديال شهر 1 وكنشوفوا داك الشهر اللي قبل اللي كنا كنقلبوا على ايكغيك كناخذوا 1.261 مع 24 باش اننا نجبدوا هاد ايكغيك كي كنديروا كنحطوا داك الشيء على شكل نظمه كنديروا 2 ناقص 1 كنخرجوا ا ملي كنحصلوا على ا كنحطوها في النظمه باش اننا نجبدوا بي دونك ملي كنجبدوا بي كنحطوا الفونكسيون ايكغيك يساوي ا اكس بلس بي الريزلت يساوي ا مضروبه في اكس بلس بي دونك الشيفر دافير تنشوفوا داك الشيفر دافير ديال داك الشهر نيت ديال داك الشهر نيت اللي عندنا فيه الريزلت مجهوله كنحطوه كنعوضوا كنحصلوا على الريزلت كتساوي ديك القيمه دونك كنقولوا ان الريزلت ديال داك الشهر مثلا علاش كنقلبوا كتساوي ا اكس بلس بي 0.04 مضروبه في اكس اللي هو الشيفر دافير ديال داك الشهر 27 زائد بي اللي جبدناها من النظمه تتساوي لنا 1.38 دونك هذه هي لا ميثود دي بوان اكسترن دونك دابا كنظن ان ما غاديش يكون عندكم حتى مشكل كما بغى يكون التمرين هاد لا ميثود راه بانت لكم من بعد ما درت معكم لا ميثود الاولى هي لا ميثود دي بوان اكستريم دابا غنتقل معكم لا ميثود الثانيه هي لا ميثود دو ماير دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا ميثود هو ان نحسبوا لي مويان باش ان نحصلوا على ديك ايغريك ريزلت بريفيزيونيل دونك لوبجيكتيف ديال هاد لي ميثود كاملين هو ان نحصلوا على ايغريك ستادير ريزلت بريفيزيونيل ديال شهر 6 اون فونكسيون شيفر دافير دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا ميثود دو ماير هو لي مويان دونك عندنا جونفي فيبري مارس ابريل ماي جوان دونك كيفاش غنديروا نحسبوا هاد لي مويان دونك كناخذوا المويان ديال جونفي مع فيبري مع مارس دونك 3 شهور الاولى مع شهرين ابريل و ماي دونك غتكون دابا ما فهمتوني مزيان دونك نعطيكم الخطط اون جينيرال كيفاش غيديروا تتعاملوا مع التمرين كما بغا يكون دونك الا عطاك التمرين فيه 6 شهور وبغيت تحسب الريزلت بريفيزيونيل ديال شهر 7 دونك ديك 6 شهور عندك هنا ايغريك هو المجهول ستادير الريزلت هنا هي المجهوله وبغيت تحسبها اون فونكسيون ديال الشيفر دافير والريزلت اللي عندك ديزا في 6 شهور كتاخذ لو مويان ديال 6 شهور ستادير كتاخذ تقسمها 3 شهور تتولي 3 شهور 3 شهور
تقسم تحسب هنا الموين ديال هاد الشهر مع الموين ديال هاد الشهر. الا كان عندك في التمرين شي تمرين اخر كان عندك مثلا 5 شهور وبغيت تحسب الريزلت بريفيزيونيل ديال شهر 6، اشنو كدير؟ كتقسم، ما يمكنش نقولوا جوجونس مع جوجونس، كتقسم التمرين كيولي كنحسبوا الموين ديال 3 شهور مع الموين ديال شهرين، ستادير انك تعطي افونتاج للشهر الاولى على شهرين الثانيه. دونك فهاد لابليكاسيون غنستعملوا هاد لا ميثود. علاش؟ حيت عندنا حنا 6 شهور في التوتال، دونك ديك 5 شهور معروفين لي شيفر دافير، معروفين لي ريزلتا اللي عندنا، وبغينا نحسبوا الريزلتا ديال شهر 6. دونك كما قلنا هنايا عندنا 6 شهور في التوتال، حنا بغينا نحسبوا الريزلتا ديال هاد شهر 6 اللي هي مجهوله، دونك كتبقى لنا 5 شهور. قلت لكم ما يمكنش نقولوا شهرين ونص مع شهرين ونص، دونك كناخذوا 3 شهور كنعطيو افونتاج ل 3 شهور الاولى، عاد كنحسبوا الموين ديال شهرين. دونك دابا غنحسبوا الموين ديال هاد التمرين. دونك عندنا الموين ديال جونفي مع فيفري مع مارس، دونك ها هما لي موين عندنا ديال الريزلتا. دونك حنا علاش حنا هنا علاش قلت لكم ايكغيك بار؟ علاش؟ حيت في الميبيان عندنا ايكغيك هو في المحور الاراتيب، وعندنا اكس محور الافاصيل، داكشي باش رمزت ايكغيك بالريزلتا والشيفر دافير باكس. وعلاش درت ايكغيك بار؟ حيت كما كتشوفوا في ستاتيستيك ان بار كيرمز للموين. دونك الموين ديال جونفي وفيفري ومارس ديال ايكغيك بار هي الريزلتا، هي 0.7 زائد 0.74 زائد 0.9 نقسموها على 3 باش تعطينا الموين. هي هذه 0.7 زائد 0.74 زائد 0.9 مقسومه على 3 كتساوي لنا 0.78. هذه القيمه هي الموين ديال الريزلتا ديال جونفي مع فيفري مع مارس. دونك دابا غندوزو للشهرين الاخرى اللي بقات اللي قلت لكم، كناخذوا ابريل مع ماي، غتعطينا 1.1 الريزلتا 1.1 زائد 1.261 وغادي نقسموها على جوج. دونك 1.1 زائد 1.261 وغادي نقسموها على جوج كتعطينا 1.18. هاد 1.18 هي الموين ديال الريزلتا ديال ابريل مع ماي، صادير شهر 4 مع شهر 5. دابا غندوزو لي زيكس. قلت لكم هنا الريزلتا هي ايكغيك، لان كان كاين عندنا في محور الاراتيب، غندوزو دابا الشيفر دافير اكس حيت هو اللي كاين في محور الافاصيل. دونك اكس صادير اكس بار هي الموين. دونك الموين ديالاش؟ غنمشيو عاوتاني غناخذوا الموين ديال 3 شهور الاولى ديال الشيفر دافير، ماشي الريزلتا دابا وانما ديال الشيفر دافير. غناخذوا 10 زائد 11 زائد 15، دونك 10 زائد 11 زائد 15 مقسومة على 3 يساوي 12. رمز ليها بواحد، علاش؟ حيت 3 شهور الاولى، وهنا اكس بار جوج هي ديال شهرين اللي بقات عندنا. دونك هاد 12 هي الموين ديالاش؟ ديال الشيفر دافير ديال جونفي مع فيفري مع مارس. دابا غندوزو لشهرين الاخرى، ستادي غنحسبو الموين الثانية اللي هي 20 زائد 24، ها هي 20 زائد 24 مقسومة على جوج، ها 22. نحاول نذكر عاوتاني باش نعرفوا أي فالور اللي خرجتنا ديالاش. ها 22 اللي خرجتنا هي الموين ديالاش؟ ديال الشيفخ دافير ديال أبريل مع ماي. دونك متفقين هاد لي فالور دابا، عرفتوا كيفاش جبتهم وكيفاش لا ميثود حتى حصلنا عليهم. دونك كنحاول نذكر كيما بغا يكون التمرين. إلا عطاكم مثلا، إلا عطاكم هنايا، عطاكم هاد الريزلتا، الريزلتا معروفة مثلا، عطاها واحد الرقم 15 هنا مثلا، وبغيتي ديال مثلا ديال شهر 6 ديال شهر 7 عفوا، بغيتي ديال شهر 7. دونك على باز ديال هادو لي موين ديال هاد 3 شهور اللي عندك غيتحسب. دونك غتولي هنا 3 شهور مع 3 شهور، دونك كتولي عندك جونفي فيفري مارس وابريل مع ماي مع جوان. دونك هاد التمرين اللي عطانا هو عطانا غير ديال 5 شهور، عطانا 5 شهور هما اللي معروفين، وديال شهر 6 هي اللي مجهول. دونك نقسموا التمرين، قلت لكم كنعطيو افونتاج الاول، ستادير كتولي عندنا 3 شهور مع شهرين، وكنبقاو نحسبوا لي موين ديالهم. الا عطاكم مثلا ديال شهر 9، عطاكم ديال شهر 9 وبغيت تحسبوا لي بريفيزيون ديال شهر 10، دونك هادي 9 غادي تقسموها غتولي عندنا 5 مع 4 في التوتال، راهم 9 باش انك تحسب لي بريفيزيون ديال الريزلتا ديال شهر 10
على باز ديال 5 شهور كنحسبوا حتى دوك 4 شهور الاخرين حتى هما باش نكملوا التسعود باش نحصلوا على لي بريفيزيون ديال الريزلتا ديال شهر 10 اللي عندنا مجهوله. دوك راه باينه لا ميثود كيفاش كنديروا نحصلوا على هاد لي مويان. راه هاد ليكزومبل اللي درت معكم دابا عرفنا كيفاش كنحسبوا لي مويان وكيفاش التكنيك باش اننا كنحصلوا على هاد لي مويان كوسوا ديال الشيفر دافير ولا ديال الريزلتا. دابا غادي ندوزو قبل ما غادي ندوزو اننا نجبدو ا ونجبدو بي كنعرفوا ان هاد البروغرام باش خدامين هو واحد البروغرام اللي هو لينير دونك كيتكتب في الرياضيات على الشكل ايغريك يساوي ا اكس بلس بي اون جينيرال. دونك درت لكم هنا ايغريك بار واكس بار لان كنتكلموا هنا في لا ميثود دو ماير على لي مويان. دونك عندنا ايغريك بار يساوي اكس بار فوا ا زائد بي وعندنا ايغريك بار جوج هو ا في اكس بار جوج زائد بي. دونك يكفي اننا غير نعوضوا عندنا ايغريك بار ا عندنا ايغريك بار جوج ها هما ايغريك بار ا ايغريك بار جوج عندنا اكس ا بار ها هي اكس بار جوج ها هي. دونك ايغريك بار ا هي 0.78 اكس بار ا هي 12 هي المويان ديال الشيفر دافير ديال جونفي مع فيفري مع مارس خرجنا 12 A زائد B. دونك عندنا عاوتاني إيكغيك بار جوج هو هاد إيكغيك بار جوج هو المويان ديال الريزلتا ديال شهر أفريل مع شهر ماي اللي خرجتنا فيه 1.18 كنحطوه تساوي إكس بار جوج هو المويان ديال الشيفر دافير ديال أفريل مع ماي اللي خرجتنا فيه 22 كنحطو 22 A بلس B. دونك باش نخرجوا هاد ا ونخرجوا بي غنديروا 2 ناقص 1 اللي لقيتو في الرياضيات غنديروا 2 ناقص 1 يساوي 1.18. دونك الثاني قلت لكم نسبقوا الثاني عاد الاول 1.18 غنقصوا منها 0.78 يساوي ناخذوا عاوتاني ديال الثاني نقصوا من الاول 22 ا ناقص 12 ا زائد بي ناقص بي. دونك غنختزلوا غتمشي بي مع ناقص بي غتبقى لنا 1.18 ناقص 0.78 غتساوي 0.4 22 ا ناقص 12 ا غتساوي 10 ا. دونك حنا بغينا نجبدوا هاد ا كما قلتوا في الرياضيات غناخذوا هاد 10 غنديوها اللي هي غتولي من ضرب القسمه. دونك غتولي ا تساوي 0.4 نقسموها على 10 كتساوي لنا 0.04. دونك شكون هي هاد 0.04؟ هاد 0.04 هي ا. دونك ا هي تساوي 0.04. بغينا دابا نجبدو بي. دونك عندنا في النظمه الاولى عندنا كلشي كاين عندنا ا وما عندناش بي. دونك غناخذو هاد 0.04 كيما عوضنا هنايا ولا عوضنا هنايا غتخرج لنا بي نفس الريزلتا. دونك مثلا نعوضوها مثلا في وحده في هادو. دونك غتساوي لنا 0.78 تساوي 12 مضروبه في 0.04 زائد بي غنديو كلشي لهي. دونك بي غتساوي لنا 0.3. دونك الريزلتا كتساوي كما قلت لكم ايغريك يساوي ا اكس بلس بي. دونك الريزلتا كتساوي 0.04 في الشيفر دافير زائد 0.03. دونك حنا هاد الشيفر دافير عندنا الريزلتا عندنا مجهوله ولكن الشيفر دافير كاين. ها هو الشيفر دافير ديال شهر 6 هو 27. دونك كيفي اننا نعوضوا عندنا ايغريك يساوي ا اكس بلس بي. دونك ا راه هو ا هي 0.04 مضروبه في اكس اللي عندنا هنا هو الشيفر دافير هو اللي مجهول هو اللي كاين عندنا عفوا هو عندنا فيه 27 زائد 0.03 باش نحصلوا على هاد الريزلتا بريفيزيونيل ديال شهر 6 كتساوي لنا 1.38. كما لاحظتوا ان 1.38 هي اللي حصلنا عليها في لا ميثود دي بوان اكستريم. دونك راه لي ميثود راهم عندهم اوبجيكتيف واحد هما اننا نحصلوا على هاد الريزلتا بريفيزيونيل ديال شهر 6. دونك كل ميثود كتختلف من ميثود عن طريق الطريقة ديال الكالكول.